أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. مرحبا، أنا اسمي سارة، وللأسف أنا فشلت في امتحانات الثانوية العامة، ولهيك أبوي قال لي لازم تروحي تشتغلي عشان تتحملي مسؤولية وما تفشلي في كل إشي في حياتك. هذا هو صاحب أبوي وهو صاحب هذا المحل، واليوم أول يوم إلي في الشغل. أنا كتير خايفة، هذا هو المدير تاعي ولازم أنا أحرص أني أنا هذا المدير يكون مبسوط مني، وأهم إشي ما أنطرد من أول يوم في الشغل، عشان هيك أبوي رح يفكرني فاشل بكل إشي. أهلا يا سارة، أنت تأخرتي بس لأنه هذا أول يوم إلك أنا رح أمشي لك إياها. أنا اسمي المدير، إحنا في هاي الأيام ما عنا كتير شغل، عشان هيك هاي فرصة إلك تتعرفي على المكان، ما رح يكون في زحمة وكتير ناس. المحل هذا سمعته دايما ممتازة، انتي رح تبيضي وجهي وما رح تحرجيني قدام بقية المدراء، صح؟ ويا ويلك ويا سواد ليلك لو كانوا الزباين مش مبسوطين منك، لازم يكونوا مبسوطين، الزبون أهم إشي. روحي ولاقي جيمي، هو موظف كتير ممتاز هون. يلا حطي أغراضك في الخزانة عشان تبدأ الشغل. أوف، وأخيراً راح. شو هالمدير هاد؟ مش عاجبني ابدا المدير، شكله كتير شرير، ولازم الزبون يكون مبسوط. طب اذا الزبون كان جاي منكد يعني انا ايش اسوي؟ وين الخزانة اللي لازم احط اغراضي فيها؟ هاي شنتتي، شنطة اللي فيها اكلاتي. امي حبيبتي عملت لي سندويشة لبنة وسندويشة جبنة عشان اذا جعت اكلهم، مش عارفة اذا حقدر اكل من هذا المدير المجنون. هحط شنتتي بسرعة عشان ابدا الشغل. بدي اروح اشوف وين جيمي اللي حكالي عنه رح يعلمني على الشغل. يا ترى وينه؟ جيمي، يا جيمي، وين جيمي؟ يا جيمي، يا جيمي، شو هذا الصوت؟ ايش صار؟ ايش هاد؟ ماله؟ قرفي، قرف شكلك، ايش هاد؟ لا تقولوا هاد جيمي، ارجوك ما تطلع جيمي. انت مين؟ ايش هاد القرف اللي سويته على الارض؟ مالك؟ مين هدول؟ ليش بيلحقوك؟ ايش في؟ ايش صاير في الدنيا؟ الزباين الكلاب، انا مش قادر اتحمل، خلاص معدتي قلبت من هذا القرف، مش قادر اتحمل القرف اللي انا فيه. انا الصراحة كتير اشي مقرف. خلاص طفح الكيل، هاي القشة اللي قسمت ظهري البعير. خلاص انا رح اسلمك الشغل، في كتير رفوف فاضية لازم ترتبي فيها الاغراض. لازم الأغراض تترتب قبل ما نسكر المحل، ولا المدير رح يعصب كتير منك. رح أعطيكي دفتر ملاحظاتي اللي كنت أكتب فيه الملاحظات لما أشتغلت هون. بالتوفيق، بس أنا رح أطلع من هذا المحل زبالة، باي. مش مبشر الوضع. ليش هيك يا جيمي؟ ليش هيك تسيبني؟ جيمي شو ماكل؟ قرفي قرفك يا جيمي، شو هذا اللي كنت باكله؟ إيش صار معاه؟ إيش يعني الزباين كلاب وخلاص ومش قادر أتحمل؟ مفروض الشغل هذا كيوان كتير سهل. أنا إجيت على هذا المكان لأنه مفروض الشغل سهل، بس أرتب الأغراض وأشوف الزباين شو بدهم وبس. أوه يا الله، ليش هيك المحال؟ هاي هي الصناديق اللي حكالي عنها جيمي. أوكي، لازم أرتب الأغراض في أماكنها قبل ما يجي المدير. هذا الصندوق مكتوب عليه مطبخ، بدي أشوف وين قسم المطبخ وأحط فيه أغراض المطبخ. وين قسم المطبخ؟ السوبر ماركت كتير كبير. هاي الأثاث، هاي الألعاب، هاي الملابس. هاي قسم المطبخ. طيب وين الرف الفاضي لازم أحط فيه الأغراض؟ هاي الرف الفاضي. أوكي، حبدأ بترتيب الأغراض. إيش هم أغراض؟ سكاكين. أوكي، رح أرتبهم بسرعة. لهلا الأمور سهلة، لشو جيمي كان مش طايق حاله؟ عادي، هيو ترتيب سكاكين وأشياء بسيطة. بسم الله. ايش في؟ نام نام نام. انت مين؟ نام يا تيتا. انا بدي اشوف ايش عندكم كعفش. انا طيب حاضر، انا بدي اغير الكنباية تاعتي، الها 30 سنة. اوكي هاخدك على قسم العفش، قسم العفش، بس ابعد عني شوي، ابعد عني. هاخدك حاضر. بدي احكي مع المدير. ايش صار؟ بدك تشتكي عني للمدير؟ اشهد انا كتير خايفة. طب انا اللي ما عملتش اشي، المدير طردني، انا انطردت من اول يوم.
معلش اليوم رح أركز وأحاول إني ما أنطرد. أنا بلشت أستوعب الموضوع، يعني هدول الزباين المجانين بصلتهم محروقة أو مشوية حتى ومتفحمة، وبدهم إنه الأشياء تصير بسرعة، يعني بس يطلبوا إشي على طول أركض وأوديهم، بس هم بينأذوني. أنا نأذت منها هاي التيتا العجوزة المخيفة. طيب حرتب هلأ هدول الكراتين عبل ما يجذبون. هذا قسم الألعاب، واو قسم الألعاب، أنا بحب قسم الألعاب. يا ترى شو هي الألعاب اللي عندهم؟ هروح أرتب الكراتين في قسم الألعاب. هاي قسم الألعاب، وين الرف؟ هاي الرف الفاضي. يا ترى شو حتكون الألعاب؟ إيش هاد؟ تيليتابيز؟ تيليتابيز شكله مرعب؟ هو في لسه الناس بتشتري تيليتابيز؟ ما بطلتش موضتهم؟ على كل إن وأنا مالي، أنا علي أرتب. إيش هاد؟ الزباين بلشوا يدخلوا المحل. يا رب ما حدا يطلب مني إشي، يا رب ما حدا يطلب مني إشي. هذا المحل شكله غريب، إيش هذا الملابس اللي عندهم؟ موضة كتير قديمة. وعاد ملي المدير، أنا أحسن محل في البلد، أي غير الملابس اللي عندك. هذا قسم الصيدلية، وين قسم الصيدلية؟ بدي أحط الكرتونة هاي في قسم الصيدلية. هذا قسم الألعاب كنت فيه، هاي قسم فيديو جيمز. بعدين يلا نعم. إيش بدك؟ بدي توديني على قسم ألعاب الفيديو. أوكي حاضر حوديك. أنا هلا شفته، هلا شفت قسم ألعاب الفيديو. حاضر لا تعصب. حاضر وين قسم ألعاب الفيديو؟ ربي هلا شفته. هيو بعدي يا تيتا. هيو تفضل. هيو قسم ألعاب الفيديو، تفضل. الحمد لله رب العالمين. خلاص مبسوط صرت. بسم الله. نعم أنا كنت بدي أتحمم حمامي الثالث لليوم، بس الشامبو خلص. أوكي حاضر، أنت بتتحمم ثلاث مرات باليوم؟ غريب، بس حاضر الشامبو، وين قسم الشامبوهات؟ قسم الشامبوهات، وين الشامبو؟ الشامبو، حاضر، اصبر علي، حاضر الشامبو، قسم الشامبوهات، الشامبو، وين؟ مش لاقي قسم الشامبوهات. بناني، لا، طب ملحقتش. أنا خايفة يطلع لي المدير. لا، المدير كتير مرعب. ليش هيك بركض؟ يا رب اليوم يكون أحسن يا رب. أوكي أنا أخذت هاي كرتونة الهالوين. وين قسم الهالوين؟ أنا هذا المحل، يعني أنا لو هم ما بيجوش يصرخوا بقدر أركز وأعرف وين القسم، بس هدول الزباين عن جد مجانين مش من قليل. جيمي يا حرام استفرغ. أوكي أنا هاي الورقة اللي أعطاني إياها جيمي، بس مش مفيدة، خطه زي الخرابيش ومش فاهمة عليه إشي. بدي أشوف وين قسم الهالوين وأحط الأغراض. لازم أحاول أحفظ الأقسام شوي، في أرقام ممكن إني أحفظ. هاي قسم الهالوين. طيب وين الرف اللي لازم أحط فيه الأغراض؟ هي هناك. يا ترى إيش هي الأشياء تاعت الهالوين؟ هياكل عظمية. شكلهم بخوف، بشبه المدير تبعنا. هلأ معي كرتونة الأكل، خلصت من كرتونة الهالوين وهلأ لازم أحط كرتونة الأكل في قسم الأكل. الحمد لله لهلأ الأوضاع هادية وما في ولا زبون. إيش يا ترى الأكل تاعهم؟ إيش هو؟ كيتشوب؟ أوكي ملان كيتشوب. طيب مين ما بيحب الكيتشوب؟ الكيتشوب إشي أساسي في الحياة، لازم كيتشوب. طيب أنا هرتب كل الكيتشوب بسرعة. تمام خلصت. إيش في أقسام تانية؟ جيمي كان كاتب على الورقة إنه في مكان نتخبى فيه. هاي هي الغرفة، هاي الغرفة بقدر أتخبى فيها، وهدول الزباين المجانين ما بقدروا يدخلوا لأنه مكتوب عليها للموظفين فقط. يا سلام، غرفة للموظفين فقط، كان من لازم من أول أتخبى فيها. بقدر أضل طول اليوم متخبية فيها ولا المدير المجنون رح يعرف؟ لو علي خلاص بتخبى فيها وبنام هون عبل ما يخلص هالدوام. أسمع أصوات، معقول الزباين إجوا؟ أنا خايفة أفتح الباب، رح أشوف. حلو لسه المحل فاضي، لسه ما في ولا زبون. لا في واحد هناك، في زبون هناك. يا رب ما يشوفني. ما يفتشوا على الأشياء لحالهم. يما هدول إيش؟ هدول هم من الزباين عم بيحاولوا يدخلوا المحل. لا إحنا لسه مسكرين، ابعدوا. هاي كرتونة الألعاب، رح أخذها معي. زبون. نعم. إيش بدك؟ بده إيش؟ بابلي؟ شو يا شو بابلي؟ بابل جام؟ بدك علكة ولا شامبو؟ في كتير أشياء بتعمل بابلز، حدد موقفك. أنا مش عارفة شو بدك علكة ولا شامبو؟ الشامبو بيطلع بابل والعلكة بتطلع بابل. شو بابلي؟ ما بابلي، ما تحكي عربي، لازم الإنجليزي، يعني لازم الفلسفة بالإنجليزي. يلا شو بكره الناس المفلسفة. وين؟ إيش هو البابلي؟ رح يحكي للمدير. وين المدير؟ يا مدير، هو حكالي I need بابلي. لا تلحق وراي.
يلا معلش، يوم جديد واليوم رح يكون أحسن من امبارح. طيب هاي بدهم أحط pet food، أكل الحيوانات، أشوف وين قسم أكل الحيوانات وأحطه فيه. وين قسم أكل نعم نعم نعم، أنا ضيعت البيبي تاعي، لاقي لي إياه. طيب حاضر حاضر، البيبي تاعك، ضيعت البيبي تاعها، ابنها بيبي صغير، وين رح يكون في قسم الألعاب مفروض، صح؟ وين قسم الألعاب؟ لازم ألاقي لها البيبي تاعها. طب أنا إيش ذنبي إذا أنتي ضيعتي البيبي تاعك؟ هذا كمان شغلي. روحي احكي للأمن، هاي قسم الألعاب، هو البيبي، هيو البيبي. يما كتير بخوف ابنها. تعال تعال أنت ماما حبيبي، تعال. ليش اشتكيتي علي؟ ولك جبتلك ابنك المرعب، ليش اشتكيتي علي؟ ليش اشتكت علي هاي المجنونة؟ طب أنا حملت البيبي المرعب تاعها اللي زي الإيليان، يعني صراحة أوفر 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 أوفر. كيف يعني هيك؟ بيبي بخوف جبت لها اياه ومش لابس ملابس، هي حتى مش ملابسها ملابس، لابس بامبرز وكبير كتير، يعني حجمه حجم مش بيبي، حجم ضخم، وحملته وجبته لأمه وبالاخر امطرت. ليه ظلم ولا مش ظلم؟ اوف، هكمل ترتيب الكراتين. وين قسم الصيدلية؟ فارماسي، هيا. طيب رح احط فيه الكرتونة هاي، ايش فيها؟ ايش هاد؟ جل؟ شو هاد؟ دواء؟ شكله كتير غريب، وانا مالي، انا علي ارتب. يا لطيف، نعم، ايش؟ بده روب؟ حبل؟ حاضر، الحبل حيكون في قسم الدي اي واي، وين؟ صح؟ قسم الدي اي واي، صح؟ ولا مستلزمات البناء؟ بعد عني، دهسني، وين الحبل، وينه؟ وانت ليش بتركض هيك؟ وانت ليش بتتريض؟ في واحد بتريض، وين؟ وانت ياما هاي ام بيبي، وين؟ هيو الدي اي واي، صح؟ هيو. ليه؟ لا تحكي مع المدير، أرجوك لا تجيني يا مدير. والمدير بعدين بنقض علي، حينقض علي المدير، وينه؟ لا أنا مش قادرة أتحمل أكثر من هيك، خلص هذا اليوم آخر يوم إلي، إذا إجاني زباين مجانين أنا اللي رح أسحب حالي وأطلع من هالمحل المتخلف. أوكي، هاي كرتونة العصير، وين قسم العصير أحطه؟ كرتونة العصير في قسم العصير، وين قسم العصير؟ اوف، هذا المحل كتير كبير، وبعدين ليش مش جايبين غيري؟ يعني ما مفروض جيمي هيك يتركني ويروح، لازم على الاقل يكون في 3-4 غيري عشان يكفوا الكراتين والزباين. وين محل العصير؟ هذا محل حيوانات الأليفة، هاي العصائر. اوكي، هاي محل العصير. وين الرف؟ هاي الرف، نشوف عصير ايش. عصير ايش؟ جيت اوت، اسم العصير جيت اوت، كول كيدز وجيت اوت. بسم الله، ايش بده؟ بده فيديو جيم. اوكي، حاضر فيديو جيم، حاضر. وراه يا ربي، انا كنت شايفه، دخلت في الرف. فيديو جيم. لا، استنى، اصبر، الصبر حلو. وين الفيديو جيم؟ فاكل، بطلت شايفه. وين الفيديو جيم؟ انا متذكره والله، شفتها مليون مره شفتها. اصبر، ارجوك لا تحكي للمدير. نزع، شكلك كنا رح نوصل. تعا، انا اللي بدي اقولك، اسمع، استقالتي في وجهك، انا استقلت، مش رح اشتغل، انا بقولك مش رح اشتغل، خلص، مع السلامة. خلص، انا رح اروح اشوف وين شنتتي واطلع من هذا المحل، ما بدي اشتغل، ما بدي اعمل اي اشي. بتمنى تكونوا تسليتوا في اول يوم من الشغل الي، وعجبتكم هاي اللعبة الغريبة العجيبة، بس حبيت اوريكم شوية من الالعاب الغريبة العجيبة الموجودة في العالم. اذا عجبتكم هاي اللعبة وعجبكم الفيديو، اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك، ضروري تعملوا لي لايك بعد اللي شفته، خصوصا البيبي المرعب اللي حملته. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم في لعبة تانية. باي باي.